بدأت البورصة المصرية اليوم التداول على أسهم شركة دايس للملابس الجاهزة بسعر 22 جنيه 60 قرش للسهم بعد أن تم تغطية الطرح الخاص بنحو 3 مرات والعام بنحو 6 مرات، فيما يعد هذا هو رابع طرح تشهده البورصة المصرية خلال عام 2017. ودق جرس البورصة المصرية للمرة الرابعة خلال 2017 إذانا باستقبال شركة دايس للملابس الجاهزة والتي بدأت التداول على أسهمها عند 22 جنيها و60 قرشا للسهم الواحد، وذلك بعد أن تم تغطية الطرح الخاص لنحو 28 مليون سهم بمعدل 3 مرات والطرح العام على نحو 4,900,000 سهم بنحو 6 مرات تقريبا، لتصبح بالأخير حصة 62% من رأس مالها طرحت في البورصة المصرية. كان في معنا شركة فاينانشال انستيتيوت، كان فند كان معنا وكان بيتخرج بالكامل لأنه كان بقاله فترة طويلة معنا، بقاله 10 سنين فتخرج بالكامل، ده كان نسبته 56% وكان في 6% تاني صغار مساهمين، فأقنعناهم إن هم يبيعوا في الأول عشان ما يحصلش أي مفاجآت على الشاشة. أول شركة بتعمل طرح كبير من نوعه داخل التداول، شركة بتحاول خلال الفترة ديت إنها توفق أوضاعها، يعني إنها كده بخرج شركة مش كانت ما كانتش متوفقة مع الأوضاع، بتمثل توسيع لقاعدة الملكية في واحدة من الشركات المقيدة اللي كانت عندي ما بتتداولش خلال الفترة اللي فاتت. الشركة التي تستحوذ على ما نسبتها 10% من السوق المصرية استطاعت التحول إلى واحدة من أبرز مصدري الملابس الجاهزة، حيث صدرت العام الماضي نحو 16 مليون قطعة للأسواق الأوروبية بقيمة إجمالية تجاوزت 50 مليون دولار. هذا ويستشرف الخبراء مستقبلا جيدا للشركات الصناعية وبخاصة المصدرة منها بعد تحرير سعر الصرف وإجراءات تحسين المناخ الاستثمارية. النهاردة بنتكلم على قطاع صناعي نسبة تصدير أكتر من 80% من المبيعات، مش بس ببصين للتصدير على فرق العملة ولكن بصين كمان على النمو اللي هيجي من فرق العملة، فمش بس أن العملة اتغيرت وبقت بالمصري يمكن الرقم أكبر ولكن ده هيدي فرص نمو أكبر بكتير للمصنعين والمصدرين في الفترة الجاية. وفيما تعد شركة دايس أول شركة قطاع خاص تنضم لقطاع الملابس الجاهزة في البورصة المصرية وتسعى بذلك التوجه للتوسع في السوق خلال الفترة القادمة، تنتظر سوق المال المصرية من جهة أخرى ثمار برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلن عنه العام الماضي. الوقت الزمني تحديدا لم نبلغ بيه، لكن اللي اقدر اقول حقيقة اللي بيبقى بيوصل لنا في هذا الشأن ان لا، في اجتهاد كبير على مدار الاشهر الماضيه للانتهاء من اجراءات. خلي بال حضرتك ان عمليه الترتيب الشركات علشان تبقى مؤهله لعمليه القيد هي بتاخد قدر من الوقت، ما هياش عمليه بين ليله وضحاها. يذكر أن إيرادات شركة دايس للملابس الجاهزة سجلت في النصف الأول نحو 512 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي يصل إلى 56% مقابل نفس الفترة من العام الماضي، ومثلت الإيرادات الدولارية نسبة 73% من إجمالي تلك الإيرادات. ندى عبد السلام، CNBC عربية، القاهرة.